تعتبر هي رسالة لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل. في بعض الأمور ترى إيجابية مثل ما قالوا الإخوان، عملها المستشار تركي آل الشيخ، نتمنى أن تستمر. مثلا بطولة العرب الأندية كزايد، بطولة صار لها قيمة، إثارة، جوائز قيمة، يعني هذه نتمنى ما تندثر صراحة أو تنتهي. في المقابل نتمنى يصحح بعض الأخطاء، يعني 8 محترفين يا سمو الأمير، اللاعب السعودي حتى المواطن السعودي ما له دور، يعني ها وجهة نظري، ممكن يختلفون فيها الإخوان. أي 3 أو 4 محترفين على مستوى عالي أدفع عليهم مصاريف يكونون مستوى عالي من المحترفين، وأخلي الأربع الباقي الفلوس مثلا للمواطنين السعوديين، مثلا اللاعبين السعوديين. إيقاف الدوري في كأس آسيا هذا أمر مهم صراحة. الدوري السعودي يعني كل البطولات، كل المنتخبات المشاركة دوريها واقف إلا الدوري السعودي، شوي في يعني ظلم بالنسبة للفرق، وأيضا يعني حتى المشاهد ما يطالع الدوري السعودي، يطالع كأس آسيا، يطالع هذه يعني بعض